البنت كانت معاكي في الكواليس كمان؟ جت معايا المشهد بتاع القلم ده بالصدفه والله ما كنتش مركزه قوي، فكانت معايا بنتي في المشهد ده. وبعدين عوضي بيقول لها شفتي مامتك عامله فينا ايه؟ قالت له طب ما انت هتضربوها بالقلم يعني، فانتوا بتضربوها بالقلم يعني. لا هي كانت اتبسطت قوي لان بنتي دي تنكه قوي، فما تصدقش اي حاجه بعملها. فبالنسبه لي ان هي تقول لي برافو يا دنيا شطوره، فده بالنسبه لي هو ده بقى مكسب. عارفه تخرجي من شخصيه سميحه بسهوله والصوت العالي والحركات؟ مش قوي، لا لسه شويه مش عارفه اخرج منها قوي، بس هي هتخرج اكيد على اول ما يخلص المسلسل. لازم لازم هعمل جريمه قتل. بنت الرفيعي كلميني برضه عن التجربه بتاعته والشغل مع امير كرارة. ممتع جدا، اتبسطت قوي اول مره اشتغل مع امير كرارة. شخصيه يعني بحسه يعني انا لما دخلت المسلسل ده محل يعني استاذ امير كرارة بالنسبه لي لما شفته واتعامل معايا، لا مش ما بيتعاملش مع الناس ان هو نجم كبير، بالعكس بيتعامل ان هو زيه زينا كده، وشخص طول الوقت بيركز في التفاصيل، طول الوقت بيديني ملحوظات حلوه جدا. اخو يعني بيقول لي مثلا اعملي مثلا ما تيجي تبقي قاعده في المشهد ما اسالي انت الكادر بتاعك عامل ازاي، ما تقعديش كده، اقعدي براحتك افردي ظهري، مفيش حد بيعمل كده دلوقتي. فلما حد يعمل كده ده يبقى شخص سوي، شخص نظيف قوي من جوه. انت حاسه ان هو تحدي؟ حاسه ان هو تحدي بالنسبه لك على الاقل بشكل التحضير النفسي يعني، ان انت طالعه شخصيتين عكس بعض تماما، واحده طيبه قوي وشديده قوي. تحدي جدا بالنسبه ليا انا، وعلى ما اعتقد يعني ان الحمد لله. ما تعبتيش نفسيا؟ لا بصي داليا ما 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 ما, ما طولتش، داليا ما طولتش قوي معايا، مع ان الشخصيه اللي بحبها جدا داليا برضو دي مش شخصيه وخلاص عدت. سميحه لا بتهيألي مش هتخرج بسهوله سميحه، بس لا الاثنين تعبوني قوي. شغل جديد ايه بقى بعد رمضان؟ لسه مفيش حاجه خالص يعني، المفروض كلام بس لسه انا عايزه ارتاح، محتاجه ارتاح شويه. سميحه تروح لحالها تتسجن بقى، تروح في اي حته، وبعدين نقعد نفكر كده. حاسه انك محتاجه تركزي في اختياراتك اكتر بعد أكيد. سميحه؟ اكيد لازم افكر، اكيد مليون مره. مش هينفع خالص اهد بقى، لازم ابني عشان اللي جاي اصعب من اللي فات. ان شاء الله نورتيني يا رب. شكرا.